Relation 2n power 2 is not applied to energy levels higher than 4. ما اقدرش اطبق الريليشن دي على الانرجي ليفل اكتر من نمبر 4، يعني اخري الn ليفل، n ليفل مستوى n. ليه بقى؟ ايه السبب؟ هو الn ساتوريتد باي كام الكترون؟ اهو 32، and atom become unstable after saturating with 32 electrons. unstable غير مستقرة، تبقى مش ثابتة، ليست ثابتة يعني unstable. احنا دايما بنتكلم عن الاتوم وهي في الستيبل ستيت، الحالة المستقرة. وزود any affected energy من غير تأثير اي طاقة، لان الانرجي بتعمل ايه؟ change stable atom into excited atom. stable ثابتة، مفيش علو هنا وانخفاض، stable يعني ثابت. طب عكس stable unstable، وممكن اقول برضو ال opposite of stable excited. واحنا بنتكلم على الاتوم. يبقى we can't apply relation 2n power 2 to energy levels higher than n او higher than 4. why? because atom become unstable. because atom become unstable if the level contain more than 32 electrons. لحد 32 انا stable. طب ما انا اكيد لو دخلت على level O وعملت 5 power 225 تايمز 2 50، وانا بقول بس مور ذان 32 بتبقى ان ستيبل، امال 50 بقى تبقى حالتها عامله ازاي؟ تبقى اكسايتد، اند اكسايتد اتوم كانت بي كالكوليتد ويز ريليشنز. طب لو كانت 60 هتكون ازاي؟ نفس الكلام برضو. طيب ناو وي ويل تيك سام اكزامبلز تو اكسبلين هاو كان اي رايت الكترونيك كونفيجريشن اوف سام اليمنتس. وين وي ابلايد الكترونيك كونفيجريشن we work on atomic number only. we work on atomic number only. potassium atomic number 19. potassium atomic number 19. first level k saturated with 2 electrons according to relation 2n power 2. second level l saturated with المفروض 8. 3 ازاي؟ احنا بنطبق الكلام ده حسب اللي احنا قلناه هنا. ال L number of level 2 number of electron which saturates level كام؟ 8 electron. حاضر 8. يقدر يشيل اكتر من كده؟ لا ما يقدرش، لانه has certain amount of energy so has certain amount of electrons. خلاص. طب وباقي ال 19؟ طب ما في ليفلز تانية لسه. كده كام؟ كده 10، فاضل 9. هل بقى السؤال احط الناين ده في ليفل اما على طول؟ اقول لك لا، في قاعده بقى لازم سيادتك تعرفها مهمه جدا، ان الاوتر موست انرجي ليفل، جديده الكلمه دي، اوتر موست انرجي ليفل، انا عندي الانرجي ليفل كي ال ام ان او بي كيو، لكن هل وانا بعمل الكترونيك كونفيجريشن للبوتاسيوم لازم اعمل الكترونيك كونفيجريشن في السيفن ليفلز؟ لا، على حسب الايه؟ الالكترونز اللي عندي. طيب ادي اول معلومه. المعلومه الثانيه، كلمه اوتر موست، كلمه اوتر موست معناها اخر مين؟ اخر ليفل انت اشتغلت فيه، لازم يكون اخر واحد انت وقفت عنده. اوتر موست انرجي ليفل اوف اني اتوم، مش شرط بس البوتاسيوم، لا ده اي اتوم هتقابلك وانت بتعمل كونفيجريشن للالكترونز. كانت تيك مور ذان 8 الكترون. كانت تيك مور ذان 8 الكترونز. فواحد يجي يقول لي يا مستر الام اصلا ساتوريت ويز 18، اقول لك اه هي ساتوريت 18، لكن وانت بتعمل كونفيجريشن الاوتر موست يستحيل يكون فيه غير ال8، لذلك انا هحط هنا 8. حاضر. طب ما هو كده لسه فيه 1 الكترون، ايه المشكله؟ put it in new level اللي هو n، حط فيه 1. فهمنا القاعده اصلا ان الاوتر موست انرجي ليفل، لان في ناس تيجي هنا وتقول لك ايه انا هعملها كده 2 8 9.